الخبر اللي عدنا عن برهم المراوي واستهزاء بنور مار. برهم نزع على سبب الانستغرام شوت ستوريات، وبهذه الستوريات جاب بها واحد من المتابعين قاعد يسال هل انت تحب نور مار، فرد عليه نوعا ما باستهزاء وصار يقول له روح اسال نور مار عني. اعطيكم هذه الستوريات شوفوها. سألوا نور مار اذا كان بيحبني. فاكتبونا حبايب بالكومنتات شو رقم حركه برهم المراوي واستهزاء بنور مار. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر عدنا هو نور مار، فنور مار نزع على سبب الانستغرام شوت ستوريات، وبهذه الستوري صار يعني من خلالها انه راح ينزل مقطع يوم السبت، بس هو خلص تصوير الساعة بالأربعة على القناة الأساسية، وصار يقول لك عضو جديد حيدخل الفريق، لا تتركوا من الستوريات تشوفوها. يا جماعة الخير خليكم جاهزين ليوم السبت لفيديو، هلا كنا عم نصوره يا جماعة، راح تتفاجئوا من شخص معنا بالفريق غير جديد شخص جديد. خليكم جاهزين يوم السبت. اليوتيوبر الثاني هو جاد، واكبر فضيحه راح ينزلها بالسوشيال ميديا نزلت حاليا، فجاد نزل على قناته مقطع باليوتيوب، والمقطع صدمه هو عن انس الشايب. راح احط لكم رابط مقطع بالوصف روحوا شوفوه، بعدين تكتبوا لي بالكومنتات شو رايكم باللي شفتوه، هل انصدمتوا او لا. الخبر الثالث اللي عدنا على المتابعين وكشف محقق احمد حسن وزينب وفهم كلمه حجاب من الكومنتات اللي عدهم، اما اللي على سبب فهم تعرفون انه زينب نزلت الحجاب ورجعت لبسته ورجعت نزعتها من جديد. اما بالنسبه للدليل انه ادخل مقطع نزلوا انزل بعد تعليقات وروح نكتب اسم الحجاب، ممكن مرات اذا تكتب الحجاب بدون ال ممكن يطلع تعليق، ولكن كلمه الحجاب ما راح تطلع، فنروح نعلق من ثلاثه ثواني لابد تعليق وتعليق الاشخاص العلاقه وراي بفهم زينب غير سبب شوف تعليقات الناس او لا بفهم سبب زينب بعد تعليقات روح نعلق من ثلاثه ثواني راح تشوف انه تعليق ما ظهر وما تعليق اشخاص ثانيين ظاهر. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بحركه اخفاهم لكلمه الحجاب من الكومنتات اللي عدتهم عم يتعرضون للهجوم. شوية اخبار سريعة اللي عدنا هي عن كريستينا، تاخذ ماريانا، فكريستينا نزلت على سبب الانستغرام شوت ستوريات، قالت من خلاله راح تفتتح قناتها الجديدة، وهذا الشيء صار هي من زمان تجهز لنا اياه، فالله يوفقها يا رب. والخبر الثاني هو عن عصومي ودخول ابوه للمستشفى، فالله يشفي يا رب ما بي الا العافية، طبعا لا تنسوني حبايبي انه تشتغلوا له بالشفاء بالكومنتات. الخبر الخامس اللي عدنا عن ياسو تهجمها على رادار، فياسو نزلت على سبب الانستغرام شوت ستوريات، صارت تقول بها انه ماكو حب حقيقي، الحب الحقيقي هو بس للاكل، في الغالب المتابعين صاروا يتوقعوا انه هي تقصد رادار بما انهم كانوا يحبون بعض يعني، وحاليا انفصلوا عن بعض بسبب الخيانات، انا كنت راح احط لكم الستوريات تشوفوها. انا هلا اكتشفت شيء، انه الحب هو بس للاكل. لما بتكون تحبوا شيء حبوا الاكل، لا تحبوا حدا، حبوا الاكل. هلا انا حصير يعني صرت حب الاكل. فحاليا عم يجي على بالي اطباق وشغلات ووجبات، في شغلات انا بحياتي ما كنت احبها ولا لي جربتها، هلا حتى سوشي ما بحبه صرت احبه. فالحب هو الاكل، لا تنسوا هاي قاعدة عم نمشي عليها طول حياتنا، خلص رح تتطبق. انا كتير جوعانة، بعرف ان عم نقع عليكم كتير بس بدكم تتحملوني، يعني ما في حدا غيركم نقع عليه. لسه في تقريبا ساعتين للأذان عنا وبس. والله صيام مقبولا وافطارا شهيا وبس. والله صوت المقطع من اعجابكم حبايب مقطع جد، فربحتكم اياه بالوصف، الكل يروح يشوفه. بس كانكم فيزي مقطع من القصص، ومع السلامه.